اليوم معانا فريق الحكومة الاتحادية وفرق الحكومات المحلية، وأحب أن أسميكم جميعا فريق دولة الإمارات. الهدف أن نحط خطة لدولة الإمارات، خطة تضمن أن نكون أسرع دولة في النهوض والتعافي. اليوم هدفنا ليس فقط حماية صحة الناس، ولكن هدفنا حماية الاقتصاد وحماية المكتسبات وحماية الحياة الكريمة. ثقتي فيكم كبيرة، والمهمة الرئيسية اليوم عندنا هي النهوض بدولة الإمارات أسرع من أي دولة في العالم. الله حبانا بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد. أظهرت هذه الأزمة معدنك العظيم، وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك وطنيا وإنسانيا محليا وعالميا، ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات، مفخرة لنا جميعا. سخرت القمة الحكومية لإعطاء فرصة للدول للتعلم من تجارب الدول الناجحة. اليوم طبقت سيدي نفس النظرية، نظرية أسلافكم، التواصل المباشر، التعامل الإنساني، خلق الفرص، البحث عن المستقبل، ونتعلم من الدروس. وأؤكد لكم يا ضو الأمر الجاهزية العالية لجهاتنا الحكومية بإذن الله ستمضي بسرعة، وسوف تكمل دولة الإمارات مسيرتها، وسيكون العام القادم 2021 نحتفل به بذكرى 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن أقوى وأفضل وأكثر تطورا. اليوم وعندنا عقول وقدرات وموارد أن تكون من أسرع الدول في النهوض والتعافي بإذن الله. نحتاج أن نعمل جميعا كفريق واحد، ونحتاج نفكر بطريقة مختلفة. الهدف ليس عبور الأزمة، ولكن الهدف كيف يكون العالم بعد هذه الأزمة، وبنعبر هذه الأزمة مثل ما عبرت دولة الإمارات بحمد الله الكثير من الأزمات، لأن بلادنا مبروكة بشعبها، مبروكة بالكفاءات المتواجدة فيها، والحمد لله. اليوم حكومة دولة الإمارات تعمل بالكامل. كنا نتحدث عن التعليم، بأن التعليم سيكون على منصات افتراضية في المستقبل. خلال هالشهرين الأزمة هاي أجبرتنا على تسريع هذه النقلة، والحمد لله كان هناك استعداد جيد عن طريق برنامج أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في 2012، برنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي. بالإضافة منصات تم إطلاقها من قبل صاحب السمو، مثل منصة مدرسة اللي يضم حوالي 6000 درس تعليمي، أطلقها سمو من حوالي سنتين. دولة الإمارات كانت يمكن الأكثر استعداداً لأزمات مثل هذه، وأيضاً برؤيتهم وعمل حكومة بإذن الله سنكون أسرع نهوضاً والأفضل في التعامل مع عالم ما بعد كوفيد-19. اليوم كنا مع بعض، هدفنا هو خلق نموذج عالمي جديد للحكومات، نموذج يستطيع التعايش مع هذه الظروف والمتغيرات، يستطيع التقليل أيضاً من آثارها السلبية، يستطيع خلق فرص جديدة في نفس الوقت، نموذج يستطيع التعامل داخليا مع متطلبات مواطنيه ومقيمين، ويستطيع خارجيا التكيف مع المتغيرات الجيواقتصادية الضخمة. Just some opportunities and some challenges for the UAE in strategic sectors. Healthcare. You have decided to strategically invest in healthcare in a way that no other countries in the region have. Clearly you're benefiting a lot from that. Prioritizing healthcare and medical innovation, the partnership with the Cleveland Clinic. The crisis is clearly providing an opportunity to highlight this. That's no surprise to any of you. Pandemics are an exception because they are the only threat we face that requires all countries to participate. They are the only threat we face which can come from literally anywhere in the world, but it requires management. And if we manage it well for humanity being sustained, I am extremely optimistic that certainly the UAE understands the seriousness of this and will act appropriately.